حافظة الأقصر يستمر مركز شباب الاتحاد بالمنشآت العامة بالأقصر في استقبال الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفعاليات التي تقام خلال هذا الشهر الكريم. تفاصيل أوفى من الأقصر مع الزميلين محمد الباروكي وإيمان حسن. فعاليات وأنشطة متعددة يقوم بها مركز شباب الاتحاد بمنشآت العماري خلال شهر رمضان المعظم. تتمثل تلك الأنشطة في الفعاليات الرياضية كالدورات الرمضانية في كرة القدم، والدينية كالمسابقات الدينية في حفظ القرآن الكريم، وغيرها من الأنشطة التي تهتم بالشباب والفتيات وجميع فئات المجتمع خاصة في تلك المنطقة. حاليا دلوقتي احنا طبعا في الانتقال في شهر رمضان بيكون كل الاتجاهات تجاه الشباب من ناحية الندوات الدينية والاحتفالات بالشهر الكريم اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي، وشايف السهرة قدام طبعا بالليل بيبقى المجال أوسع وأفضل بالنسبة بعد التراويح. كل الندوات بتبقى هنا على يعني من فتاة من شباب، وبيبقى الشهر طبعا تعرفين بيبقى شهر كريم. احنا معانا يعني من النشاط الديني عندنا الاولاد طبعا بالمواهب اللي حاليا باذن الله عندنا مواهب الانشاد الديني، عندنا مواهب القراء للقران الكريم، تمام، من اطفال من سن حتى البنات بتشارك في الـ في الـ في الـ في الانشطه بتاعت حفظ القران الكريم. ما شاء الله، يعني باعداد كمان مش هقول لك، يعني حاليا دلوقتي احنا في عصر التكنولوجيا وعصر التفتح، تمام، وخاصه برضو الاهتمام الاكبر بالذوي الاحتياجات الخاصه، تمام، بيبقى مهتمين بيهم اكتر في الموضوع ده. المركز بيعمل انشطه ثقافيه وانشطه دينيه وندوات وتواصل مع الشباب، وفي ندوات دينيه بتبقى خلال شهر رمضان وندوات تثقيفيه وانشطه رياضيه بالليل خاصه بالفتاه والمراه والشباب. هي اول منطقه دي كانت محرومه من الخدمات الشبابيه، وبعد كده القيادة تحت البلد رأت أنه يكون في مجمع خدمات هناك، فأنشأوا مجمع خدمات متكاملة، يعني وحدة صحية، وحدة شؤون اجتماعية، مدرسة تعليم أساسي، وكم استكملوها بمركز الشباب الاتحاد، وده أصبح مجمع بيخدم المنطقة كلها، وبالذات إحنا في ظل الجمهورية الجديدة يعني في خدمات بتقدم وفي انشاءات بتتعامل وفي كل يوم بنشوف في جديد. يعني في الفترة دي كل منشأة شبابية في البلد ملك لكل أهل البلد، ملك لكل فتاة، ملك لكل شاب، يروحوا ويمارسوا أنشطتهم بكل حرية وبكل انطلاق ويحافظوا عليها ويتواصلوا من خلالها وينموها ويكبروها عشان تبقى حاجة جميلة مفيدة للمجتمع. من محافظة الأقصر إيمان حسن.